حاجة هعرضها ليكو تتفاعلوا معايا عن طريق الكتابة في الشات رابع حاجة إن شاء الله هيبقى في كل حصة في واجب إلكتروني هتحله بعد طبعا ما نذاكر الدرس ونفهمه كويس جدا جدا هيبقى الواجب ده الكتروني يعني حضرتك هتاخد اللينك بتاع الواجب هتفتحه وهتحله وهيظهر عندك الدرجه هيظهر عندك الصح والغلط كمان باذن الله هيبقى في لعبه في بدايه كل حصه هنفتكر بيها الدروس اللي احنا خدناها قبل كده علشان ما ننساش اي حاجه ذكرناها وشرحناها كمان يا اولاد ان شاء الله بعد ما نشرح شويه كده يعني في المنهج ممكن نعمل امتحان وطبعا كل ده هيبقى بتكريم المتفوقين وهيبقى بتكريم الولاد الشطار اللي بيتفاعلوا معايا دايما في, في الاجابات وبشوف اجابتهم صحيحه وانا متاكده ان انتم كلكم متميزين وشطار وهتتفاعلوا معايا في منهجنا السنه دي باذن الله طيب تعالوا نتعرف على غلاف كتاب المدرسة طبعا ممكن بعضكم يكون استلم الكتب وبعض الآخر لسه ده غلاف كتاب المدرسة للسنة خمسة كتاب جديد بمعلومات جديدة يا ولاد الكتاب اسمه إيه؟ الدراسات الاجتماعية وطني مصر الأرض والحضارة طب معناه إيه الكلام ده؟ ومهم جدا إن إحنا نعرف معنى العنوان بتاعنا عشان نعرف إيه اللي إحنا هندرسه جوه الكتاب طبعا خدنا من السنه اللي فاتت ان منهج الدراسات الاجتماعيه هو منهج متكامل مع كثير من المواد الاخرى زي ما اتفقنا ان عنوان المنهج بتاعنا او الكتاب بتاعنا وطني مصر الارض والحضاره يبقى معنى الكلام ده ايه ان احنا هنركز على تخصصين اه في تكامل مع المواد الاخرى بس دايما احنا بنقول ان الدراسات الاجتماعيه بتبقى عباره عن جغرافيا وتاريخ الجغرافيا يا شباب هندرس فيها الارض هندرس فيها الثروات، الطبيعة اللي ربنا اداها في مصر، أرض مصر نفسها، وإيه نعم ربنا علينا؟ طب والتاريخ هندرس فيه إيه يا ترى؟ هندرس فيه الأحداث الكتيرة اللي حصلت على أرض مصر. يبقى إذن إحنا دلوقتي عندنا حاجتين دايماً بنركز فيهم هي الجغرافيا، والتاريخ، وطبعا زي ما اتفقنا إن المنهج قايم على التكامل مع كثير من المواد الأخرى زي الرسم زي التكنولوجيا وهكذا. طيب، عندنا الفهرس بتاعنا المحور الأول وده منهج شهر أكتوبر عندنا بإذن الله. المحور الأول بيتكلم عن البيئة الطبيعية، وبيتكلم عن الملامح الطبيعية لبلدي مصر، وفي آخر المحور في حاجة اسمها شخصيات مؤثرة، آه وهنعرف هم ما أثروا. ازاي وعملوا ايه وايه اهم اعمالهم باذن الله في كل محور بيبقى فيه سؤال رئيسي لو احنا قرانا السؤال الرئيسي هنعرف برضو المحور عايز مننا ايه عشان نربط المعلومات السؤال الرئيسي عندنا في المحور الاول بيقول كيف اثرت الملامح الطبيعيه في بلدي على الحضاره المصريه وهو ده اللي احنا هناخده بالظبط في الوحده الاولى اللي هي ازاي الملامح دي كلها سواء موقع سواء مناخ، سواء مظاهر سطح، سواء نباتات طبيعية وحيوانات يا ولاد، إزاي كل ده ساعد الإنسان أن هو ي... طبعًا المصري أن هو ي... 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 تقوم حضارة على أرض مصر. إزاي ساعد الإنسان المصري القديم على أن هو يقوم حضارة على أرض مصر؟ كل ده هنعرفه إن شاء الله خلال المحور الأول. طبعًا لو هنبص على الفهرس بتاعنا هنلاقي أن الدرس الأول عندنا باسم موقع بلدي. لأن قبل أي حاجة هندرسها لازم نعرف موقعها إيه، لازم نعرف هي موجودة فين بالظبط، وبالتالي إحنا لازم نعرف أهداف حصتنا، إيه اللي المفروض نطلع من الدرس وإحنا فاهمينه؟ أول حاجة إن نعرف الفرق بين الموقع الجغرافي والموقع الفلكي وهنفهم يعني إيه كل واحد فيهم، كمان تفسر إيه هي أهمية الموقع الفلكي، وكمان إيه هي أهمية الموقع الجغرافي. تميز ما بين خطوط الطول ودوائر العرض. عايزاك كمان تعرف تحسب الفرق التوقيت فرق التوقيت بين الدول المختلفة. وعايزاك طبعا تنتمي لوطنك وتعتز بيه وتعتز بكل حاجة موجودة فيه وأول حاجة ربنا ادهلنا هو موقع متميز زي ما هنشوف خلال درسنا بإذن الله. طيب إحنا بنقول موقع بلدي. واتفقنا ان احنا نفهم كل حاجه قبل ما نبتديها موقع عندنا بينقسم الى حاجتين عندنا حاجه اسمها الموقع الجغرافي وعندنا حاجه اسمها الموقع الفلكي تعالوا نبتدي اول نوع عندنا من من الموقع او جزء يعني الموقع الجغرافي وهسيبكم تتفرجوا إيه؟ على فيديو الاول وبعد ما هنتفرج على القصه اللي احنا هنشوفها دلوقتي حالا هنرجع نلخص اللي إحنا شوفناه في الفيديو وهتقولوا معايا بقى في التعليقات إنتوا فهمتوا إيه، يلا بينا. إزيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ إيه رأيكم نيجي نفتكر مع بعض بعض المعلومات اللي خدناها السنة اللي فاتت عن بلدنا الجميلة مصر؟ وطبعًا أول معلومة هناخدها هي مساحة مصر، يا ترى مصر كبيرة ولا صغيرة؟ طبعًا إحنا فاكرين إن مساحة مصر كانت مليون كيلومتر مربع. وكمان خدنا إن موقع مصر مهم جدا جدا، ربنا إدى لمصر موقع متميز بساعدها على الاتصال بكل دول العالم فالعالم بيتكون من سبع قارات من اليابس منها قارات للعالم القديم زي قارة آسيا وقارة أوروبا وقارة أفريقيا وقارات للعالم الحديث زي قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية واستراليا والقارة القطبية الجنوبية وزي ما شوفنا إن العالم كبير جدا بس يا ترى احنا فين من العالم ده كله؟ حد يعرف يا ولاد مصر في اي قارة من قارات العالم السبعة؟ ممكن انا يا ميسا اقول؟ تعالى يا محمد علشان تقول لزمايلك مصر بتقع في اي قارة من قارات العالم السبعة. خدنا المرة اللي فاتت الاتجاهات علشان كده يا ميس لما بصيت على الخريطة عرفت ان مصر بتقع في الشمال الشرقي لقارة افريقيا وهي قارة من ضمن قارات العالم القديم وكمان بيطل عليها بحرين من أهم بحار العالم، البحر المتوسط في شمالها والبحر الأحمر في شرقها. برافو عليك يا محمد. أحسنت، بكده نكون عرفنا إن مصر بتقع في وسط قارات العالم القديم، أفريقيا وآسيا وأوروبا. وكمان زادت أهمية موقعها بعد حفر قناة السويس واللي ربطت بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. الربط بين البحرين خلى مئات السفن المحملة بالبضائع والبترول بين دول العالم كلها تيجي تمر من خلال قناة السويس عارفين كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده سواء موقع مصر بالنسبة للعالم او ما يحيط بمصر من يابس او ماء اسمه ايه؟ ده كان اسمه الموقع الجغرافي لمصر وده لان الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء زي ما احنا شفنا كده يا أولاد اه الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبه لايه يلا قولوا معايا بقى ها هو موقع المكان برافو عليكم بالنسبه لايه بالنسبه لليابس والماء يعني ايه اللي بيبقى حوالينا ايه اللي بيبقى حوالينا من ميه ايه اللي بيبقى حوالينا من ارض وطبعا زي ما احنا شفنا ان كمان موقع مصر بالنسبه للعالم كله وبالنسبه خاصه احنا عرفنا كمان ان في قارات للعالم كتير صح كده زي ما شفنا في الفيديو في قارات للعالم القديم وقارات للعالم الحديث، في قارة آسيا أهي، قارة أوروبا وقارة أفريقيا، مصر في أنهي قارة من القارات بقى التلاتة اللي أنا شاورت عليهم دول يلا قولوا معايا، برافو عليكم، مصر أهي موجودة اللي متلونة دي موجودة في قارة أفريقيا، طب إيه هي اتجاه مصر في قارة أفريقيا؟ بصوا كده إحنا خدنا السنة اللي فاتت الاتجاهات، صح يا ولاد؟ اللي فوق ده. شمال واللي جنوب والسهم ده شرق وكمان ده غرب طيب خدنا كمان ان في حاجة اسمها اتجاهات فرعية يعني لما نيجي نقول السهم الاصفر اللي طالع ده ده اتجاه ايه ها هنيجي كده نوصل دي بدي يبقى شمال شرق صح يا ولاد يبقى مصر بتقع فين يبقى مصر بتقع في شمال شرق قارة افريقيا يبقى اول حاجه لازم نعرفها هو المصطلح بتاع الموقع الجغرافي هو موقع المكان اي مكان هنقول المكان دوت بيحيطوا ايه بالظبط من ميه ويابس و... وارض يبقى ده موقع جغرافي على طول طب مصر بقى موجوده فين في قاره افريقيا موجوده في شمال شرقها زي ما احنا شايفين كده يا اولاد على الكره الارضيه يبقى دي اول جزئيه هنلخصها من الفيديو طيب كمان عرفنا من الفيديو إن مصر موقعها إن زي ما إحنا قلنا من شوية إن هي ملتقى قارات العالم القديم اللي هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، أهي مصر هي ولاد في النص أهي، يعني إيه ملتقى؟ يعني في النص ما بينهم بيلتقوا قريبة منهم كلهم وممكن تبقى نقطة التقاء لكل القارات اللي إنتوا شايفينها دي، قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا. ايه تاني خدناه وشفناه في الفيديو عرفنا كمان ان مصر مساحتها كبيره وكام يعني مساحتها كبيره كام يلا مين يقول لي بقى في التعليقات برافو عليكم مصر مساحتها مليون كيلومتر مربع كمان عرفنا ان مصر بتطل عليها بحرين من اهم بحار العالم ها اني بحر بقى البحر اللي في الشمال اسمه ايه والبحر اللي في الشرق اسمه ايه يلا قولوا لي برافو عليكم عندنا هنا يا اولاد في اللي في الشمال بيسمى باسم البحر المتوسط وبيوجد في شمال مصر، وكمان البحر الأحمر وبيوجد في شرقها، ده البحر الأحمر واللي فوق دوت اسمه البحر المتوسط، يبقى إحنا بنراجع المعلومات اللي شفناها في الفيديو عن الموقع الجغرافي، عرفنا مساحة مصر كبيرة مليون كيلومتر مربع، ملتقى قارات العالم القديم آسيا وأوروبا وإفريقيا، بتقع في شمال شرق إفريقيا. كمان يا ولاد بيطل عليها بحرين من أهم بحار العالم هو البحر المتوسط في الشمال والبحر الأحمر في الشرق، طيب لو جيت قلت لك سؤال ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي لمصر؟ وقبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نعرف معنى السؤال إيه يعني إيه ما النتائج المترتبة على؟ يعني هتقول لي إيه هي النتيجة؟ اللي ترتبت على الموقع الجغرافي لمصر ان مصر تقع او وقعت في المكان ده ايه النتيجه اللي حصلت يا شباب وان شاء الله بعد كده هفرق لكم ما بين سؤال بما تفسر وهفرق لكم ما بين سؤال ما النتائج بس خلينا في السؤال ده الاول دلوقتي ما النتائج المترتبه على الموقع الجغرافي لمصر عرفنا الموقع الجغرافي لمصر اه بيطل عليها بحرين وبتقع في شمال شرق افريقيا صح كده حلو النتيجه اللي حصلت ايه يلا فكروا معايا برافو عليكم اول حاجه يا شباب ادى وده مفتاح اجابه ما النتائج المترتبه على في كل سؤال ليه مفتاح اجابه كده ما النتائج المترتبه على اول لما جبنا ما النتائج المترتبه على نقول ايه مما ادى الى الكلمتين دول طب مما ادى الى ايه بقى النتيجه ادى الى سهوله اتصال مصر بدول العالم كلها تجاريا وحضاريا وثقافيا عبر التاريخ زي ما انتوا شفتوا في الخريطه ان قاره اسيا اهي، قاره اوروبا اهي، قاره افريقيا هي اللي عايز يجي لمصر هيبقى سهل ان هو يجيها، قاره اوروبا سهل جدا ان هو يجي مصر، قاره افريقيا ملتقى يا ولاد يبقى سهل ان احنا نتصل بكل قارات العالم سواء في التجاره نتاجر معاهم نبيع ونشتري سواء في الحضاره والثقافه وده زاد اهميه موقع مصر زي ما شفنا في الفيديو بعد حفر قناه الايه؟ حفر قناة السويس خلى ان زي ما هنشوف ان شاء الله في الدروس الجايه ان قناة السويس بتتحكم تقريبا ب 12% من حركة التجارة العالمية. يعني سفن كتير بتعدي عند قناة السويس. فده طبعا حاجة مهمة جدا جدا لمصر ان كل الدول تيجي تعدي على مصر. ده غير ان موقعها متميز في النص. اي حد عايز يجي هيبقى سهل جدا ان هو يجي ايه؟ يجي مصر مش صعب يعني. طيب رقم اتنين ها من النتائج. ساعد موقعها المتميز على قيام أقدم حضارة في التاريخ، وهي الحضارة المصرية القديمة. هنرجع للسؤال الرئيسي بتاع المحور، أهو؟ موقع مصر من, الم... من الأسباب الرئيسية اللي قامت عليها الحضارة المصرية القديمة. كان سبب ساعدت الإنسان المصري القديم إن تقوم حضارة؟ لأن موقعها متميز. قدر الانسان المصري القديم ان هو يعني يتواصل مع الدول اللي حواليه تمام كده يا شباب يبقى السؤال ده مهم جدا ان احنا نعرفه وما ننساهوش طيب ده فيديو تاني احنا كده خلصنا الموقع الجغرافي لو في اي سؤال اكتبوا في التعليقات آه وانا ان شاء الله هبص على كل التعليقات ولو في اي حاجه هوضحها باذن الله احنا كده خدنا الموقع الجغرافي يا شباب وعرفنا طبعا حاجات معلومات خدناها السنه اللي فاتت وبنراجع عليها دلوقتي تاني جزئيه هن... هنشوفها في الفيديو دوت الموقع الفلكي بقى ايه رايكم نتفرج على الفيديو ونشوف برضو هنلخصه ازاي وايه يا ترى هنفهم من الفيديو ايه وعايز يقول لنا ايه الفيديو تعالوا نشوف كده وايه ونرجع تاني ثواني ده أحمد. وده مازن. استعد مازن علشان يتكلم مع صاحبه أحمد اللي سافر مع أسرته ليقضي الأجازة في دولة البرازيل وهي إحدى دول أمريكا الجنوبية. بعت أحمد لصاحبه مازن رسالة بيقول له فيها: إزيك يا مازن؟ يا ترى بتعمل إيه دلوقتي؟ رد مازن وقال له: أنا لسه صاحي من النوم، وأنت يا أحمد بتعمل إيه؟ ضحك أحمد وقال له: معقول؟ ده أنا لسه هستعد للنوم أنت تعرف إن الساعة عندي 12 رد مازن عليه وقال له ياه ده أنا الساعة عندي 5 الصبح أحمد قال له ده الفرق بين البلدين في التوقيت كبير قوي أنت عارف يا مازن إني قبل ما أبحث عن السبب كنت فاكر إن كل البلاد زي بعض في التوقيت رد مازن وقال له طيب يا ترى لقيت إيه السبب اللي يخلي عندي نهار وعندك ليل أحمد قال له هقول لك يا سيدي إحنا خدنا قبل كده إن الأرض بتدور حوالين نفسها أمام الشمس كل أربعة وعشرين ساعة، وعلشان كده الأماكن اللي بتكون مواجهة للشمس بيكون فيها نهار والأماكن التانية بيكون فيها ليل... مازن قال لأحمد: أيوه صح افتكرت، طيب تعرف ليه توقيت الساعة مختلف بينا؟ أحمد قال له: ما هو ده اللي كان محيرني جدا وبحثت كتير لحد ما عرفت السبب. العلماء رسموا على الأرض اللي إحنا عايشين عليها أنصاف دوائر رأسية، وسموا أنصاف الدوائر دي خطوط الطول. وخط جرينتش هو الخط الرئيسي اللي بيقسّم الأرض نصين، شرق وغرب. مازن قال له: طيب هي الخطوط دي موجودة فعلا في الحقيقة يا أحمد؟ أحمد رد عليه وقال له لا يا مازن دي خطوط وهمية يعني مش موجودة في الحقيقة لكن العلماء رسموها علشان خاطر يسهلوا على نفسهم دراسة الكرة الأرضية وخلوا الفرق بين كل خط طول والتاني أربع دقايق في الزمن وده السبب اللي بيخلي البلاد تختلف في التوقيت بين بعضها فرح مازن قوي بالمعلومات القيمة دي واللي فهم منها سبب اختلاف التوقيت بين البلاد المختلفة سأل مازن أحمد وقال له طيب يا أحمد تعرف ليه درجة الحرارة مختلفة في مصر عن البرازيل؟ أنا فاكر كويس أوي إنك تعبت أول ما سافرت. رد أحمد عليه وقال له آه ما نسيت أقول لك إن كمان العلماء لما رسموا خطوط الطول على الكرة الأرضية رسموا كمان حاجة اسمها دوائر عرض. ودوائر العرض دي هي وهمية برضه وهي المسؤولة عن المناخ، يعني مسؤولة عن درجات الحرارة والأمطار والرياح، وكمان بتقسم الكرة الأرضية إلى نصين شمال وجنوب. ودائرة العرض الرئيسية هي دائرة الاستواء اللي كل ما كنا قريبين منها هتكون درجة الحرارة شديدة جدًا، لأن الشمس بتكون عمودية عليها، وكل ما نبعد عن دائرة الاستواء بتقل درجة الحرارة بالتدريج، وعلشان كده بقى عندنا حاجة اسمها أقاليم مناخية وهي مناطق من الأرض مشتركة في خصائص مناخية ونباتية متشابهة. مازن قال لأحمد: طيب مصر بقى بتقع ضمن أي إقليم من الأقاليم المناخية؟ أحمد قال له: بتقع معظم مساحة مصر ضمن الإقليم الصحراوي الحر، والجزء الشمالي لمصر ضمن إقليم البحر المتوسط المعتدل، وبيمر كمان على جنوب مصر مدار مهم جداً اسمه مدار السرطان، وهو من دوائر العرض المهمة. سأل مازن أحمد وقال له: طب تعرف يا أحمد البرازيل تبع أي إقليم مناخي؟ ويا ترى بيمر عليها أي من دوائر العرض المهمة؟ رد عليه أحمد وقال له: "لأ يا مازن مش عارف الصراحة، لكن ممكن نبحث عن المعلومة، وأنت كمان ممكن تبحث عنها في بنك المعرفة المصري". مازن قال لأحمد: "أنا مبسوط أوي يا أحمد إني عرفت معلومات كتيرة أوي، وفهمت أسباب اختلاف درجات الحرارة، وكمان اختلاف التوقيت بيننا". شكر احمد مازن ووعده انهم هيشتركوا في بحث عن الموقع الفلكي لمصر والبرازيل اول ما يرجع احمد من السفر ان شاء الله ها مين شاطر بقى يا اولاد وركز في الفيديو ويقول لي احنا في الفيديو اتكلمنا عن حاجتين مهمين جدا اه احنا بنتكلم عن الموقع الفلكي وهنفهم دلوقتي يعني ايه موقع فلكي طبعا وهنلخص الفيديو زي ما احنا اتفقنا بس الموقع الفلكي بيتكلم عن حاجتين صح كده اتفقنا إن الموقع الفلكي لمصر يا ولد آه هنتكلم عن حاجتين: خطوط طول ودوائر عرض، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الفيديو، والقصة اللي حصلت بين أحمد ومازن آه وفتح. فرق التوقيت بين البلاد ودرجات الحراره وان ما ان واحد لما سافر البرازيل تعب جدا بسبب اختلاف درجه الحراره طب ايه سبب يا ترى اختلاف درجه الحراره بين البلاد طب يا ترى ايه اللي كان السبب اللي خلى مثلا في البرازيل الساعه كانت 12 وفي مصر كانت الساعه 5 الصبح لسه ليه ما يبقاش كلنا درجه الحراره واحده وليه ما يبقاش كلنا توقيت واحد كل ده هنعرفه لما نفهم الدرس باذن الله اول حاجه افكركم بيها خدتوها انتوا السنه اللي فاتت في سنه رابعه الشكل اللي انتوا شايفينه دوت يا ترى بيفكركم بحاجه الشكل اللي انتوا شايفينه ده كان خدتوه السنه اللي فاتت بمصطلح معين برافو عليكم ايوه خدنا السنه اللي فاتت حاجه اسمها شبكه الاحداثيات وشبكه الاحداثيات اللي انتوا شايفينها دي هي عباره عن خطوط الطول ودوائر العرض وبتبقى شكلها زي الشبكه بالظبط كده زي ما انتم شايفين في الصوره يبقى الشكل اللي احنا شايفينه يا ولاد عباره عن او بيتكون من خطوط طول ودوائر ايه ودوائر عرض طيب تعالوا بقى نمسك كده حاجه حاجه ونشوف يا ترى هن... هنفهم ايه هي بالظبط وطبعا ايه رايكم الخطوط دي موجوده في الحقيقه ولا مش موجوده في الحقيقه طبعا الخطوط دي مش موجوده في الحقيقه والسبب ان هي مش موجوده طب ايه هي يعني ايه الخطوط دي مين اللي عملها يعني طبعا العلماء رسموها على الكره الارضيه علشان الكره الارضيه كبيره قوي الارض كوكب الارض كبير قوي العلماء مش هيعرفوا يحصروا دراسته فايه اللي بيحصل او ايه اللي عملوه ان هم رسموا يا اولاد خطوط زي ما انتم شايفين ودوائر كده علشان يقدروا يسهلوا على نفسهم دراسه الكره الارضيه يبقى الخطوط دي سواء دوائر عرض أو خطوط طول مش موجودة أساسا على الكرة الأرضية، يعني ربنا مش خالقها. أمال إيه, إيه يعني اتوجدت إزاي؟ العلماء هم اللي رسموها علشان يسهلوا علينا وعليهم طبعا دراسة الكرة الأرضية. أول حاجة من من شبكة الإحداثيات هناخدها هي خطوط الطول. طب إيه هي خطوط الطول؟ ها؟ اللي لقط بقى الفيديو واللي ركز في الفيديو كويس أوي هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن ، عن أنصاف دوائر، نص دايرة يعني، ماشي كده؟ هي أنصاف إيه؟ هي أنصاف دوائر رأسية تصل بين القطبين الشمالي والجنوبي، بصوا كده يا ولاد، القطب الشمالي هنا، آخر نقطة هنا في الكرة الأرضية فوق خالص اسمه القطب الشمالي، وآخر نقطة تحت خالص اسمها القطب الجنوبي، يبقى هي خطوط الطول عبارة عن أنصاف دوائر، نص دايرة. نص ايه نص دايره اترسمت على الكره الارضيه راسيه زي ما انتوا شايفين كده زي ما تكون انت واقف الراسي يعني انت انت وانت واقف تمام كده بتصل ما بين القطب الشمالي والقطب الايه والقطب الجنوبي طب تعالوا نشوف المعلومه الجديده اهم خط فيهم وخط رئيسي وهو دوت اللي بنبتدي من عنده هو اسمه خط جرينيتش وهو خط الطول الرئيسي درجته صفر درجته ايه يا اولاد درجته صفر يبقى هو ده الخط اللي بنبتدي من عنده، طيب الخط دوت بيقسم الكرة الأرضية ها بيقسمها نصين متساويين، شرق وغرب، يبقى إحنا كده زي ما إحنا شفنا الاتجاهات من شوية، مش إحنا اتفقنا إن الاتجاهات لو عملناها كده يبقى الجزء ده شرق والجزء ده غرب؟ أيوة بالظبط كده، يبقى الخط ده فصل الكرة الأرضية شرق وغرب. خلاص كده زي ما انتم شايفين يبقى خطوط الطول هي انصاف دوائر راسيه يعني افتكر كده راسيه يعني ايه يعني انا واقفه ماشي كده بتصل ما بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي وبتقسم الكره الارضيه لنصين متساويين شرق وغرب طب الخط الطول الرئيسي اسمه ايه اسمه خط جرينتش درجته صفر تعالوا نكمل ونشوف باقي المعلومات إيه بقى أهمية خطوط الطول دي؟ يعني العلماء عملوها ليه أساسًا؟ يعني إيه لازمتها يعني؟ تعالوا نشوف خطوط الطول دي يا ولاد مهمة جدًا، أول حاجة هنعرفها في أهمية خطوط الطول إن هي بتحدد الموقع على سطح الأرض شرقًا وغربًا، ما إحنا قلنا إن هي بتقسّم الكرة الأرضية إلى شرق وغرب، إلى نصين متساويين شرقًا وغربًا. صح كده يبقى هنعرف تحديد موقع اي حاجه احنا عاوزينها سواء في شرق الكره الارضيه او في غربها عن طريق خطوط الطول يبقى اول حاجه بتحدد الموقع على سطح الارض شرقا وغربا طب تاني حاجه بتحدد الزمن ومعرفه الفروق في التوقيت بين الاماكن وده اللي احنا شفناه في الفيديو ان دوله عندها ساعه و... 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 واحنا عندنا في مصر ساعه تانيه خالص الفرق بينهم كبير جدا تقريبا خمس ساعات صح كده لو حسبتوها في الساعتين اللي احنا شفناهم في الفيديو بيننا وبين البرازيل خمس ساعات طب ايه ده بقى هو بقى ده سبب خطوط الطول لان بين كل خط طول والتاني العلماء لما جم قسموا ونظموا الخطوط دي على كرة الارضية خلوا بين كل خط طول والتاني يا اولاد اربع دقايق في التوقيت وهو ده السبب في ان يكون في بلد عندها ساعة وبلد تانية فيها ساعة تانية خالص. خلاص كده يا شباب؟ يبقى بما تفسر؟ ايه اديني سبب؟ لو قلت لك كده سؤال بما تفسر؟ يعني ايه بما تفسر؟ يعني اديني سبب عرفني السبب. أهمية خطوط الطول هتقول لي بنحدد الموقع على سطح الأرض شرقاً وغرباً طب وإيه التاني؟ بنحدد الزمن وفروق التوقيت بين البلاد المختلفة. ليه لأن كل خط طول والتاني أربع دقائق فقط خلاص كده يا ولاد. طيب دي كده إيه خطوط الطول طيب الشكل اللي إنتوا شايفينه ده يا ترى حركة الأرض بتدور حوالين نفسها بأي اتجاه إحنا خلاص خدنا الاتجاهات بقى شمال جنوب شرق غرب صح كده بينا شطار الكرة الأرضية وهي بتلف كده يا ولاد بتلف بأي اتجاه يا يعني بتلف كده بتلف كده ولا بتلف كده ها ايوه بصوا كده بصوا السهم ايوه برافو عليك بتلف كده يبقى بتلف من ناحيه الغرب للشرق يبقى نعرف معلومه جديده ان بتدور الارض حول نفسها من الغرب إلى الشرق أمام الشمس هي بتدور قدام مين؟ قدام الشمس كل 24 ساعة وده يا أولاد اللي خلى سبب يبقى فيه حاجة اسمها ليل ونهار. سبب يبقى فيه ليل ونهار ويبقى فيه ظاهرة اسمها ظاهرة الليل والنهار، بصوا الشكل ده أهو، بصوا الأسهم دي أهي. ده اتجاه دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس. طب لو قلت لك بقى إيه النتيجة؟ من دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس كل 24 ساعة أدى إلى إيه؟ أدى إلى ذلك إلى شروق الشمس الشمس بتشرق في الأماكن الواقعة شرق خط جرينتش قبل الأماكن التي تقع في غربه تعالوا نشوف وزي ما قلت لكم إن ده برضو بيخلي إن في الأجزاء المواجهة للشمس زي ما هنشوف في الفيديو ده دلوقتي إن الجزء المواجه للشمس بيكون في نهار والجزء الآخر بيكون في ليل صح كده يا ولاد؟ طب تعالوا نشوف الفيديو كده. بصوا كده يا ولاد؟ الأرض بتدور حوالين نفسها، بصوا الشمس أهي. يبقى الجزء الشمس راحت كده، صح؟ الأرض بتلف، يبقى الجزء لو إحنا قلنا الشمس هنا، الجزء المواجه للشمس بصوا مضيء أهو. صح ولا غلط؟ يبقى في نهار، والجزء الآخر بصوا مظلم يبقى في ليل صح كده اهو بتفضل الارض تدور حوالين نفسها كل 24 ساعه امام الشمس زي ما انتم شايفين كده يا اولاد طيب ايه الفكره بقى اللي احنا بنتكلم فيها ان الارض بتشرق على الاماكن الواقعة شرق خط جرينتش الشمس بتشرق على الاماكن الواقعة شرق خط جرينتش اولا ثم الاماكن الاخرى تعالوا نوضح الحته دي كده بصوا يا اولاد الكره الارضيه اهي تمام لو احنا عملنا خط جرينيتش كده لو قسمناها زي ما احنا بنقسمها وقلنا ان ده خط جرينيتش اللي هو في النص ده صح لو الارض اول لما بتبتدي تدور الشمس مواجهه لمين دلوقتي انتوا شايفين الشمس مضيئه في انهي جزء شرق خط جرينيتش ولا غربه يبقى شرق خط ايه جرانيتش، يبقى لو الشمس هنا اول 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 نقطه الشمس بتقع عليها هي الاماكن الواقعه شرق خط ايه خط جرينيتش، خلاص كده يبقى علشان كده احنا بنقول ثواني اهو الفيديو الفيديو عمال يكرر نفسه جينا الحته دي يا يبقى اولا نتيجه يعني دوران الارض حول نفسها امام الشمس كل 24 ساعه ان اولا بتظهر بتكون في ظاهره الليل والنهار في اماكن فيها ليل واماكن فيها نهار والشمس بتشرق على أي جزء الاول الاماكن الواقعه على خط ايه على شرق خط جرينتش الاماكن اللي بتقع في شرق خط جرينتش بتشرق عليها الشمس اولا لان ده اول جزء قبل ما الارض تلف بيقع امام الشمس طيب لو عندنا مساله نطبق كده بسرعه عليها ودي طبعا تكامل مع الرياضيات لو جات لنا مساله زي دي بيقول لك اذا علمت ان الساعه في مدينه لندن الواقعه على خط جرينيتش عشرة صباحا فكم تكون الساعه في مدينه الاسكندريه التي تقع على خط طول 30 درجه شرقا بص هو حدد هنا عشان الحته دي مهمه هوضحها لك بعد كده في المساله شرقا يعني شرق خط جرينيتش تمام كده وقال لك ان مدينه لندن بتقع على الخط نفسه يبقى مدينه لندن مين شاطر يقول لي قبل ما, ما اعرض الموضوع دوت دلوقتي في الحل مين شاطر يقول لي ان مدينه لندن بتقع على خط جرينيتش يبقى درجتها ده ده يعني الخط اللي بتقع عليه درجته كام ها انا متاكده ان انتوا شطار ومركزين وهتجاوبوا معايا اول حاجه لما نيجي نحل مساله زي دي نشوف المعطيات اللي مديها في المساله بيساعدنا فيها يعني اول حاجه نشوف المعطيات المعطيات بيقول لك خط طول مدينه لندن هو صفر صفر ليه لانه بيقع على خط جرينيتش احنا اتفقنا ان درجه درجه خط جرينيتش صفر لانه الخط الرئيسي خط الطول الرئيسي طيب وخط طول مدينة الاسكندرية قال لك 30. الساعة في مدينة لندن 10 صباحا، كل ده في المسألة، كل ده اللي هو مديهولنا في المسألة نفسها. طب اللي هو عاوزه مننا ايه بقى؟ في المسألة المطلوب هو عايز الساعة في مدينة الاسكندرية. تعالوا نشوف نحل مسألة زي دي ازاي. أول حاجة نحسب الفرق بين خطوط الطول يا ولاد، إحنا عندنا في المسألة جايب لنا خطوط الطول في البلدين. ال ناقص صفر. اسكندريه كانت على خط طول 30 ناقص صفر اللي هي بتاعه لندن بتساوي 30 خط طول عايزين نعرف عندنا كام خط طول فهنطرح خط الطول اللي عندنا 30 ناقص صفر اتنين احنا بقى عندنا عدد خطوط الطول اللي عندنا خلاص <applause> هنضربه في اربعه طب اربعه دي هي ايه؟ لو نفتكر قلنا ان بين كل خط طول والتاني 4 دقائق فهنضرب ال 30 في اربعه هيدينا 120 دقيقه ايه ده عرفنا خلاص اه عرفنا بس احنا بنتعامل بالساعات مش بالدقائق فهنحول الميه وعشرين الناس الشاطره بقى في الماس والرياضه يلا ساعدوني هنحول الميه وعشرين دي يا ولاد لساعات هنعمل ايه تحويل الدقائق لساعات فهنقسم ميه وعشرين على الستين الستين دي اللي هي الدقيقه فيها ستين ايه ثانيه صح كده والساعه فيها ستين دقيقه يبقى هنقسم الميه وعشرين على الستين هتطلع لنا ساعتين فرق ساعتين طب الزمن في اسكندرية عايزين نعرف برضو الزمن في اسكندرية هنقوم جمعين الاتنين اللي طلعت لنا هنا زائد عشرة هيطلع لنا اتناشر ظهرا يبقى الزمن في اسكندرية اتناشر ظهرا طيب هسألكوا سؤال احنا ليه هنا جمعنا ما طرحناش ليه احنا هنا في المسألة جمعنا الساعتين اللي طلعت لنا هنا على العشرة اللي هو مدهلنا في المسألة أساسا الزمن اللي في لندن احنا جمعنا الساعة هنا زائد العشرة اللي هو مدهلنا في المسألة ماشي عشان ما حدش توه مني يبقى 2 زائد 10 12 ظهرا طب احنا ليه جمعنا ما طرحناش؟ انا هقول لكم عشان في قاعده يا اولاد بتقول بصوا بقى القاعده دي كلما اتجهنا كلما اتجهنا شرق خط جرينتش هنجمع وكلما اتجهنا غرب خط جرينتش هنطرح يبقى ايه القاعده دي هتفهمنا احنا ليه جمعنا في المساله ما طرحناش وهتفهمنا هو ليه محدد لنا في المساله قال لنا الاسكندريه 30 واقعه على خط طول 30 شرقا صح كده مش هو قايل لنا كده شرقا طالما هو قايل لنا شرقا يبقى خلاص احنا عارفين ان هي اصبحت شرق خط جرينتش يبقى هنجمع على طول خلاص يا شباب طيب احنا كده خلصنا دوائر العرض نلخص بسرعه اللي احنا خدناه علشان نبقى فاهمين لحد دلوقتي احنا خدنا ايه خدنا خطوط الطول وهنبتدي في دوائر العرض تاني جزء في الدرس ان شاء الله خدنا خطوط الطول اولا خدنا مفهومها خدنا مفهوم خطوط الطول خدنا أهمية خطوط الطول وإن هي بتحدد الموقع شرق وغرب خط جرينيتش كمان بتحدد فرق التوقيت بين كل خط طول والتاني واهم حاجة القواعد يا شباب نفهمها طول ما انت فاهم القواعد طول ما هو الدنيا تبقى سهلة عندك احنا خدنا قواعد كذا قاعدة اهي بين كل خط طول والتاني اربع دقايق ودي القاعدة المهمة جدا تمام كمان خدنا يا ولاد المسألة وخدنا كمان دوران الارض حوالين نفسها امام الشمس كل 24 ساعة وده بقى نتيجته ان في نهار وليل وكمان بقت نتيجته ان الاجزاء اللي بتقع شرق خط جرينيتش بتشرق اولا قبل الاجزاء اللي بتقع غرب ده كده خطوط الطول اللي احنا خدناها لو في اي سؤال عايزين تستفسروا من خلال الشات ان شاء الله او التعليقات اكتبوا لي في التعليقات اي سؤال انتم مش فاهمينه او اي جزئيه انتم مش فاهمينها وانا باذن الله بعد ما اخلص هقرا كل التعليقات وهرد عليكم طيب تاني حاجه هناخدها هي دوائر العرض اللي هي تاني حاجه في الاحداثيه شبكه الاحداثيات احنا اتفقنا ان شبكه الاحداثيات بتتكون من خطوط طول ودوائر ايه عرض طب وخطوط الطول اتفقنا ان هي راسيه زي ما انت تكون واقف كده ماشي طيب دوائر العرض بقى هي دوائر يعني احنا بنقول دوائر فهي دوائر افقيه، يعني ايه افقيه؟ يعني كده نايمه كده. خلاص؟ يبقى الراسي واقف، الـ الـ الافقي نايم عشان ما حدش يتلخبط. فدوائر العرض هي ايه تعرفها؟ هي دوائر افقيه ترسم حول الكره الارضيه زي ما انتم شايفين كده. طب احنا خدنا المره اللي فاتت خط الطول الرئيسي هو ايه؟ يلا فكروني ودرجته كانت ايه؟ برافو عليكم. خط جرينتش ودرجته صفر اللي بنبتدي منه الخط الرئيسي اللي بنبتدي منه حلو قوي طيب دوائر العرض عندنا برضو دائرة دائرة عرض رئيسية كده برضو آه عندنا دائرة اسمها دائرة الاستواء وده اللي احنا شفناه في الفيديو ان دائرة الاستواء بتكون الشمس عمودية عليها عشان كده يا أولاد الأماكن اللي بتكون قريبة من دوائر من دائرة الاستواء بتكون شديدة الحرارة وفيها امطار غزيره جدا وكلما ابتعدنا عن دائره الاستواء بتقل درجه الحراره تدريجيا فدوائر العرض هي دوائر غير متساويه الحجم زي ما انتم شايفين كده بصوا يبقى اكبرها مين دائره الاستواء كل ما نطلع فوق او تحت تصغر دائره الاستواء بصوا حجمها يصغر حجمها يصغر لحد ما نوصل لفوق بصوا كده اللي فوق دائره قد ايه يا ترى الدايره اللي فوق قد دائره الاستواء لا طبعا يبقى ادينا شايفين علشان ما ننساش دوائر العرض هي دوائر غير متساويه الحجم طب اكبرها هي دائره الاستواء ودرجتها برضو صفر برضو نفس خط جرينتش احنا بنبتدي من عندها يبقى درجتها صفر طب وبتعمل ايه بتقسم الكره الارضيه الى نصفين متساويين شمالا وجنوبا يبقى دائره الاستواء بتقسم الكرة الأرضية لنصين متساويين شمال وجنوب اتفقنا كده خطوط الطول كان بتقسم الكرة الأرضية لنصين متساويين بس شرق وإيه برافو عليك وغرب تمام كده وطبعا زي ما اتفقنا ان بتصغر الدوائر زي ما احنا شايفين اهو كلما ابتعدنا عن شمال وجنوب دائرة الاستواء زي ما احنا عرفناها على الشكل في دوائر عرض مهمة يعني بارزة قوي ومهم إن إحنا نقولها آه طبعا مهم طبعا دائرة الاستواء هي أساسية ودرجتها صفر اه في عندنا لما هنطلع فوق شوية دائرة الاستواء في مدار اسمه مدار السرطان ودرجته 23 درجة ونص وتحت دائرة الاستواء يا أولاد اه في عندنا مدار اسمه مدار الجدي وده برضو درجته 23 درجة ونص يبقى عندنا أهو دوائر عرض مهمة جدا دائرة الاستواء في دوائر عرض تانية اه طبعا في دوائر عرض رئيسية تانية ومهمة طبعا تانية بس دي اللي عندنا وده اللي هنركز عليها يبقى دائرة الاستواء درجتها صفر اللي هي في النص دي وفي عندنا مدار السرطان وعندنا مدار الايه الجدي ومدار السرطان ومدار الجدي درجتهم واحدة 23 درجة ونص يعني ايه يا ولاد 23 درجة ونص يعني عد كده من دائرة السواء احنا قلنا درجته صفر عد 23 دائرة 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 اهي هنوصل لمدار السرطان وفي نفس ونفس الحكاية في الجنوب عد كده من الصفر وانت نازل تحت كده 23 درجة 23 درجة ونص هتلاقي عندك مدار الجدي تمام كده يا ولاد وفي اعداد طبعا انا مش عايزه اكتر عليكم المعلومات في عدد لخطوط الطول 360 خط طول 180 شرقا و 180 غربا ودائرة دوائر العرض عندنا يا ولاد 180 دوائر عرض 90 شمالا و90 دائرة عرض جنوبا بس دي مش عليكم فخدوها كمعرفة يعني طيب زي ما قلنا أهمية خطوط الطول لازم نعرف أهمية دوائر العرض والشاطر يقول لي هو فهم إيه من الفيديو يا ترى إيه أهمية خطوط دوائر العرض يلا ها بما تفسر يعني دي سبب على طول بسبب كذا مفتاح الإجابة بتاعت بما تفسر بسبب أو لأن لا أول حاجة بتحدد الموقع على سطح الأرض ها شرقا وغربا لا احنا اتفقنا إن دوائر العرض آه يعني خاصة بالشمال والجنوب يبقى هتحدد الموقع على سطح الأرض في الشمال أو الجنوب طب إيه تاني زي اه زي ما احنا بقى شفنا مازن واحمد في الفيديو كان تعب اول لما راح البرازيل فمعرفة أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار طب ازاي؟ زي ما قلت لكم لأن كلما اقتربنا من دائرة الاستواء العلماء قسموها كده لما هنقرب على دائرة الاستواء هتكون الأماكن اللي وقع هنا شديدة الحرارة وكلما ابتعدنا هتلاقي هنا عند القطبين تلج ليه؟ لأن الشمس بعيدة عن القطب الشمالي والقطب الجنوبي فهتلاقي تلج. فدوائر العرض العلماء قسموها كده وان هي خاصه بمعرفه المناخ من حيث الحراره من حيث الرياح من حيث الامطار يبقى دي اهميه دوائر العرض لو قلنا الموقع الفلكي لمصر بقى يعني احنا بقى احنا اهم حاجه عندنا مصر طبعا بلدنا يعني وعنوان و... الدرس نفسه بيتكلم عن موقع بلدي فاحنا طبعا احنا فهمنا ايه هو الموقع الفلكي سواء خطوط طول او دوائر عرض بشكل عام مصر بقى يا ترى ايه هو بقى الموقع الفلكي لمصر او لما موقع فلكي على طول يجي عندك حاجتين في دماغك خطوط طول ودوائر عرض على طول طبعا ده خط جرينيتش اهو اللي اللي درجته صفر ده اللي انا يعني مطلع منه السهم ده الاحمر الكبير ده ده اسمه خط جرينيتش اهو بصوا يا اولاد بيبعد عن مصر مصر اهي بصوا بيبعد عن مصر بقد ايه طب تعالوا نشوف هو كده مصر شرق ولا غرب خط جرينتش يا شباب؟ يلا اكتبولي في التعليقات. مصر كده اشوفكم بقى مصحصحين معايا ولا ايه؟ مصر شمال قصدي شرق ولا غرب خط جرينتش؟ تعالوا نشوف بقى الموقع الفلكي لمصر اكتبولي في التعليقات وانا هشوف. أول حاجة يا ولاد ده خط جرينتش اتفقنا؟ أهو اللي أنا عاملة عليه خط إيه كبير ده. طيب فين مصر؟ أهي. خط جرينتش صفر. واللي بعديها درجة عشرة عشرين تلاتين أربعين مصر فين؟ مصر بتقع بين أي دائرتين أو درجتين بين العشرين والتلاتين صح ولا غلط؟ يبقى بصوا كده يبقى نهاية مصر فين يا ولاد؟ نهاية موقع مصر بصوا الحدود بتاعت مصر أهي عشان ما حدش يتلخبط بس أنا لكم الخريطة تاني فين حدود مصر أهي اللي أنا بشاور عليها دي بعد كده ليبيا ماشي؟ طيب أنا هنا هحط خط عند آخر حد من حدود مصر، طب تعالوا كده نشوف أهو، ومصر بتنتهي هنا أهي، يبقى بتقع مصر بين ال... بين الحتة اللي أنا شاورت عليها دي، يبقى بتقع مصر يا ولاد بين سبعة وتلاتين شرقا، يبقى بتقع مصر يا ولاد خطوط طول. بين 25 شرقا لسبعة 37 شرقا الاثنين شرقا اه مصر كلها بتقع شرق خط جرينتش اديكم شايفين زي ما انتم شايفين في الخريطه ما فيش جزء من مصر غرب خط جرينتش صح ولا غلط يبقى مصر كلها بتقع شرق خط جرينتش يبقى بتقع ما بين خطين طول 25 شرقا لسبعة 37 شرقا من هنا لهنا من الحته دي للحته دي أهي زي ما شفتوا اللي أنا محددها طب دوائر العرض بقى؟ ها؟ بتقع مصر نهايتها فين؟ أهي بصوا كده دوائر العرض عشرة، عشرين، تلاتين، صح كده؟ لأ مصر نهايتها أهي عند اتنين وعشرين شمالًا، شمال إيه؟ شمال دائرة الاستواء، شمال دائرة الاستواء، دائرة الاستواء أهي برضو درجتها صفر، <applause> يبقى مصر بتقع بين دائرة عرض 22 شمالا لحد 31 درجه و36 جزء من الدرجه شمالا برضو. الاتنين شمال ايه؟ شمال دائره الاستواء. يبقى مصر بتقع كلها شمال دائره الاستواء وبتقع شرق خط جرينتش. نقولها تاني يبقى مصر بتقع الموقع الفلكي لمصر، احنا قلنا خطوط طول ودوائر عرض، طب خطوط الطول بتقع ما بين خطي طول 25 شرقا ل 37 شرقا. انا حبيت اوريها لكم على الخريطه عشان ما تنسوهاش طيب دوائر العرض بتقع ما بين دائره دائرتي عرض 22 شمالا لحد 31 و36 يعني جزء من الدرجه احنا بنقول درجه و36 ايه جزء يعني من الدرجه ما وصلتش لل 32 ما وصلتش للدائره اللي, اللي اسمها 32 اللي درجتها 32 تمام كده يا شباب وده كانت نتيجته يا اولاد وطبعا احنا اتفقنا ان في دوائر عرض مهمه غير دائره الاستواء زي مدار السرطان واللي بيمر على جنوب مصر ودي معلومه مهمه جدا بيمر مدار السرطان على جنوب مصر لو احنا رجعنا لورا تاني الشريحه اللي ورا بصوا كده دائره دائره الاستواء بعيده قوي عن مصر دائره الاستواء تحت اهي شايفينها بعيده عن مصر طب اللي بيمر في جنوب مصر ايه من دوائر العرض المهمه اللي احنا اتكلمنا عنها اهي شايفين مدار السرطان فوق اهو بيمر على جنوب مصر يبقى ايه ايه دوائر العرض المهمه اللي بتمر على مصر ده مدار السرطان ودرجته ايه يلا فكروني درجه مدار السرطان كان درجتها كام 23 درجه ونص خلاص كده يا ولد طيب في نتيجه اه في نتيجه ما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي لمصر زي ما قلنا النتيجه المترتبه على الموقع الجغرافي لمصر ادى الى ايه يا اولاد ادى الى اتصال مصر حضاريا وثقافيا وتجاريا بكل دول العالم وخاصه بعد حفر قناه السويس وساعدت المصري القديم على قيام الحضاره طب والموقع الفلكي ها الموقع الفلكي لمصر ادى الى وقوع مصر اتفقنا إن في حاجة اسمها بقى أقاليم مناخية، قسموا العلماء لما عملوا دوائر العرض قسموا الكرة الأرضية إلى حاجة اسمها أقاليم مناخية، أقاليم مناخية يعني مناطق من الأرض متشابهة في خصائصها المناخية، يعني متشابهة في درجة حرارتها، متشابهة في الأمطار اللي بتنزل عليها، وهكذا فإحنا عندنا حاجة اسمها أقاليم مناخية، طيب الموقع الفلكي لمصر أدى إلى وقوع مصر ضمن إقليمين. من الأقاليم المناخية، معظم مساحة مصر بيقع أو بتقع ضمن الإقليم الصحراوي الحر، أما الأراضي الشمالية لمصر بتقع ضمن إقليم البحر المتوسط المعتدل، يبقى إحنا عندنا إقليمين، بيم... يعني مصر بتقع ضمنهم، إقليمين من الأقاليم المناخية، ودي الخريطة اللي عندكم في كتاب المدرسة للأقاليم المناخية، زي ما أنتم شايفين كل الأصفر ده. هو عباره عن صحراء وده اللي احنا هناخده ان شاء الله في الدروس اللي جايه فبتقع معظم مساحه مصر ضمن الاقليم الصحراوي الحار حر صحراء انا بتكلم في صحراء والاراضي الشماليه الخضراء كل الاخضر اللي, اللي انتم شايفينه ده يا اولاد على الخريطه بصوا كده كل الاخضر اللي, اللي انتم شايفينه على الخريطه طبعا عندنا مفتاح الخريطه ما حدش ينسى خدتوها السنه اللي فاتت بيقول كل الاخضر هو اقليم البحر المتوسط اهو ده كده كل النطاق ده البحر اللي هو اللون الاخضر هو اقليم البحر المتوسط طب الاصفر كل الاصفر هو اقليم الايه الصحراوي الحر ده كده الموقع الفلكي لمصر يا ولاد ان احنا نعرف مصر بتقع بين دائرتي عرض ايه وايه وبتقع بين خطي طول ايه وايه واهم حاجه نعرف ان مصر كلها بتقع في شرق خط جرينتش وبتقع في شمال دائرة الاستواء زي ما احنا شفنا بعينينا اهو على الخريطة. طبعا احنا كده يعني الحمد لله خلصنا درسنا اتكلمنا عن موقع بلدي موقع مصر واتكلمنا عن نوعين من الموقع او يعني حاجتين من الموقع اللي هو الموقع الجغرافي مسمى يعني الموقع الجغرافي وعرفنا تعريف الموقع الجغرافي يابس وماء يابس وماء على طول بحر احمر وبحر متوسط قارات ملتقى قارات ده الموقع الجغرافي اما الموقع الفلكي يا اولاد عرفنا تعريف الموقع الفلكي اولا طبعا الموقع الفلكي بيتكون من حاجتين خطوط طول ودوائر عرض اولا خدنا خطوط الطول واهميتها خدنا كمان دوائر العرض واهميتها ايه وكل واحده فيهم بتتميز بحاجه يعني خطوط الطول على طول الزمن وفرق التوقيت دوائر العرض ها قولوا معايا معرفه برافو عليكوا المناخ ومعرفة أحوال المناخ والأقاليم المناخية وهكذا. بصوا كده يبقى أهي الشكل اللي أنتوا شايفينه ده هو عبارة عن الموقع الفلكي سواء اللي هي شبكة الإحداثيات اللي إحنا خدناها قبل كده. طب لو لخصت لكم التشابه والاختلاف بين أهمية خطوط الطول ودوائر العرض في جدول. في تشابه؟ أه في تشابه. إحنا اتفقنا إن أوجه الاختلاف إيه؟ خطوط الطول بتحدد الزمن وفرق التوقيت بين البلاد صح كده في الوقت زي ما احنا شفنا في الفيديو ان كانت الساعه عند احمد 12 بالليل وعند مازن كانت الساعه 5 الصبح ده 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 خاص بايه مين مين السبب في في فرق التوقيت ده خطوط الطول لان الفرق كل خط طول والتاني الفرق بينها 4 دقائق طب ودوائر العرض معرفه احوال المناخ من حيث الحرارة والأمطار والرياح، ليه؟ لأن إحنا اتفقنا إن كلما اقتربنا من دائرة الاستواء زادت درجة الحرارة، وكلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء قلت درجة الحرارة. طب أو في تشابه؟ أه طبعًا الاتنين بيحددوا مواقع الأماكن، صح ولا غلط يا ولاد؟ سواء خطوط الطول أو دوائر العرض الاتنين حددوا مواقع الأماكن، بس إيه بقى؟ ما نتلخبطش، خطوط الطول حددت موقع المكان شرق وغرب خط جرينيتش ودوائر العرض حددت موقع الاماكن شمال وجنوب خلاص كده يا اولاد يبقى لما نيجي نذاكر نركز وننظم المعلومات علشان ما ننساهاش ابدا اتفقنا طبعا في مصطلحات للدرس اه في مصطلحات زي الموقع الجغرافي اتفقنا ان هو موقع المكان بالنسبه لليابس والماء الموقع الفلكي اتفقنا ان هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض اول لما يقول لك هو موقع المكان او موقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض يبقى موقع فلكي على طول طب مكان ويابس وماء ها يبقى موقع جغرافي عشان ما حدش يتلخبط طب خطوط الطول هي ايه انصاف دوائر راسيه ولا افقيه لا راسيه زي ما اكون واقفه بتصل ما بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، دوائر العرض هي إيه؟ هي دوائر أفقية كده، نايمة كده، والرأسية واقفة كده، دوائر أفقية ترسم حول الكرة الأرضية، لكنها غير متساوية الحجم، ومهمة جدًا، كلما اقترأ، يعني يعني دائرة السوق أكبر دائرة عرض، كل بقى لما نطلع فوق تقل دوائر العرض في حجمها يعني. كل ما نطلع فوق تقل ايه الحجم بتاع الدوائر العرض صح كده وده اللي احنا شفناه في إيه؟ في, آه في الشكل اللي احنا شفناه انا كده خلصت الدرس اللي حاولت الخصه لكم لو في اي استفسار آه او جزئيه مش مفهومه آه اكتبوها لي في التعليقات وانا ان شاء الله هحاول ارد عليها بكره آه الساعه 6 برضو باذن الله تعالى آه دلوقتي انا هنزل لكم لينك الواجب بتاع ال الواجب بتاع درس موقع بلدي علشان تذاكروا الدرس على طول النهارده ما يعني ما, ما تاجلوش بقى وتحلوا الواجب على طول وانا ان شاء الله باذن الله بشوف كل اسبوع مين اللي بيجيب الدرجه النهائيه في الـ في الـ في الواجب وبكرمهم باذن الله تعالى انا هنزل لكم الواجب اهو لينك الواجب أتمنى يكون الدرس كان خفيف و... ونذاكر علي طول وإن شاء الله أي استفسار هجاوبكم عليه أشكركم يا حبايبي وألتقي بكم علي خير بإذن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.